انت سامعين بتشاكوزي ما سبح، بس ما حد سامع بتشاكوزي مال اقدام. تعال يم وشوفي لي اياه. اول شيء شنو هو تشاكوزي للاقدام؟ تعال شوفي لي هنا وتعال شوفي شيء هنا. اول شيء شنو هذا التشاكوزي؟ قابل للطي، باعي له سطي. شوفي لي هاي شنو؟ هاي محجاره مالته. اذن شنو يا بعد؟ ذن مال بوتيكيرا والمحجاره. خلصت؟ لا ما خلصت. هذا مساج الاقدام، كلش حلو كلش مرتب. باعي له هاي الاناره مالته، وباعي له التصميم الداخلي مالته، ايش قد حلو ايش قد مرتب. تعال اشرح لك علي بما يفيدك. هذا يفيد شنو؟ الرجلين المفطره، الرجلين بيها تكلسات، الرجلين مثلا تعبانه وتبي تسترخين تحطينه هنا. ليش؟ شنو يحافظ لك على المي الحار لمده ساعتين كاملات، يعني يطيش مي دافي لمده ساعتين مرتب وحلو. خلينا نطيش حجمه شنو؟ حجمه من هنا 40 اللي هو طول مالته، والعرض 35 والارتفاع مالته 22 سم، والعمق ماله قد 15 سم. مش كملت الرشيل 6 لترات مي. شوفي التصميم والترتيب مالته والوضعيه مال التشغيل مالته وضعيه وحده. تعال شوفي لي، تعال شوفي لي الداخل مالته. بس باعي المي قد دافي بسم الله ما شاء الله، وباعي الداخل مالته والتشاكوزي وشلون يطيش فقاعات مرتبه وحلوه. هذا الجاكوزي كلش مرتب وكلش حلو، والتوصيل عندنا لكل العراق من الشمال للجنوب.